إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جزى الله القائمين على شؤون المسجد الحرام أنهم يبذلون لا شك فيه جهودا كثيرة في توعية الناس عامة، ويتحينون الفرص ويتخونون بالموعظة، جزاهم الله خيرا، خاصة للعمار والحجاج، فجزاهم الله خيرا، يبذلون جهودا يشكرون عليها، خاصة لإفهام الناس الدين الخالص الصحيح. ومثل هذه المحاضرات لها أهميتها، وكذلك يقيمون دورات الحمد لله ولها فوائدها كما هو معروف بفضل الله تعالى. وموضوع محاضرتي في هذا المجلس الأمن الفكري. الأمن الفكري يخالف الفساد الفكري أو الخوف الفكري. ومحور هذا الموضوع الذي يكون فيه الكلام إن شاء الله الائتلاف والاختلاف. الائتلاف والاختلاف، نعم، ففيه يأتي ذكر فضل الائتلاف، وكذلك مضار الاختلاف ومظاهر الاختلاف، وربما نتطرق إن شاء الله في الأخير إلى علاج الاختلاف. ولا شك أن الاختلاف له معاني كثيرة كما يأتي إن شاء الله. ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأن نكون على ما أراد الله منا، أن نتبع الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذه المحاضرة بمعنى الائتلاف أو فضل الائتلاف وترك الاختلاف تقتضي أن يكون يعرف أولا الائتلاف لفظا وشرعا أو لغة وشرعا. فتعريف الائتلاف في لسان العرب هو افتعال من أليفا، يقال ألفت الشيء وألفت فلانا إذا أنست به. فالائتلاف بمعنى الائتناس وكذلك الأنس بأحد، ويخالفه الاختلاف معناه هو التنافر من الشيء. وألفت بينهم تاليفا إذا جمعت بينهم بعد التفرق، وألفت الشيء تاليفا إذا وصلت بعضه ببعض، ومنه يقال تأليف الكتب، هذا الكتاب تأليف فلان، لأن الإنسان يجمع ما يتعلق بالعلم وبالموضوع ما تفرق فيجمع في مكان واحد ويرتب بعضها إلى بعض. وألف آلفت الشيء أو آلفت فلانا الشيء أي إذا ألزمته، ومنه قوله تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فألزم الله تبارك وتعالى قريشا للرحلتين صيفا وشتاء. فلإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، هذه اللام متصلة بالسورة التي قبلها وهي سورة الفيل، يعني ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. أصحاب الفيل
الذين جاءوا ليدمروا الكعبة المشرفة وليحتكوا عظمة حرم الله تبارك وتعالى، لكن الله تعالى أهلكهم فجعلهم كعص ماكول. لماذا؟ حتى لا تنقطع قريش برحمة الله من رحلتهم إلى الشام أو إلى اليمن لإلاف قريش. فألزم الله تبارك وتعالى قريشا بهذه التدابير أن يستمروا في حياتهم ويستمروا في كسبهم ويعمروا بلد الله عز وجل. وأتلف الشيء أو أتلف الشيء ألف بعضه بعضا وألفه جمعه، هذا معنى الائتلاف، وهو معنى الائتلاف بمعنى في الشرع أيضا. فالإسلام يريد أن يكون الناس يأتلف بعضهم بعضا ويكون تؤلف قلوب بعضهم مع بعض، والذي ألف قلوبكم كما جاء في الآية، فيكون الله تبارك وتعالى يولف قلوب الناس ويجمع قلوب المسلمين على دين واحد وعلى رب واحد وعلى رسول واحد. فيكون الائتلاف شرعا كما جاء لغة معناه أن يأتلف ويأنس بعضهم بعضا الأخير. والاختلاف من خلف خالام، فيقولون مادة الكلمة في اللغة العربية تكون على ثلاث كلمات، ثلاثي المجرد خالف خالام فا. فالاختلاف مأخوذ من خلف وهو ضد القدام. وقالوا اختلفته إذا جعلته خلفي، والتخلف التأخر، والخلاف المضادة، هذه مادة مفاعلة، خالف يخالف مخالفة وخلافا، فهو بمعنى المضادة، فلان خلاف فلان أي فلان ضد فلان. ويخالف الأمران أي إذا اختلف ولم يتفق، وكل ما لم يتساوى فهو فقد تخالف واختلف. فقد ظهر من اللغة أن معنى الائتلاف الاجتماع والاتفاق والاتحاد، ومعنى الاختلاف المضادة. فالائتلاف بين أفراد الأمة على أساس على أساس الدين على أساس الدين هو المطلوب شرعا، والخلاف والاختلاف غير السائغ. هذا قيد ينبغي أن يكون موجود، لأنه قد يكون هناك اختلاف سائغ إذا كان الدليل يحتمل في دين الله تعالى لقولين مختلفين. فنقول والاختلاف أو الخلاف غير السائغ هو المقصود هنا في موضع المحاضرة الذي هو مذموم. فالخلاف السائغ ما يكون له دليل، فهذا النوع من الاختلاف ليس مذموما، بل يقال إن الدليل يحتمل المعنيين، وتكون المسألة ذات الوجهين أو ذات تكون المسألة ذات الوجهين أو ذات الوجوه. ومن الألفاظ المتقاربة للائتلاف بمعنى الاتفاق، الاستواء، الاجتماع، الاتحاد، هذه معاني متقاربة استعملت في شرع الله تبارك وتعالى بمعنى أن يكون المسلمون متحدين متفقين مؤتلفين. ومن الألفاظ المتقاربة للاختلاف الافتراق والتفرق والتحزب والتقطع والتشيع والتنازع. فالاختلاف إذا كان على غير أدب الخلاف فهو بمعنى الافتراق لا شك فيه. والائتلاف بين الأفراد على أساس الدين كما قلنا أنه هو المطلوب عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. نقول خلق الله آدم عليه السلام وزوجه حواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، خلقهم وفيهم نوازع الخير والشر كليهما. قال الله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. شاء الله شرعا أن يكونوا مرحومين من ربهم فلا يختلفوا، هذا مما شاء الله تعالى. ولو شاء الله لجعلهم لو شاء ربك لجعلهم أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك أي لرحمته حتى يكونوا على قلب واحد خلقهم، ليس معناه خلقهم للاختلاف، لا يفهم هذا الفهم.
فلذلك نقول أن يكونوا خلق أن يكونوا شرعا مرحومين من ربهم فلا يختلفوا، وخلقهم شرعا لهذا الأمر المستثنى، يعني لابد أن يكونوا متراحمين ويكونوا متعالفين ولا يختلفوا. ولكن الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قدر كوننا أن يكون الناس مختلفين في دينهم مؤمنين وكافرين، فلا يزال الاختلاف بينهم في أديانهم واعتقاداتهم وفي مللهم ونحلهم وفي آرائهم إلا من رحم ربك. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي إلا المرحومين من أتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين الذي أخبرتهم به الرسل، ولم يزل ذلك دأبهم حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين والأنبياء، فاتبعوه وصدقوه ونصروه ووازروه ففازوا بسعادة الدارين الدنيا والآخرة، لأنهم الفرقة الناجية كما جاء في الحديث. هذا كله كلام ابن كثير رحمه الله، قال لأنهم الفرقة الناجية كما جاء في الحديث المروي بالمسانيد والسنن أن اليهود افترقت على 71 فرقة، وإن النصارى افترقت على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. ذكره ابن كثير هكذا، وهذا الحديث مركب من حديثين صحيحين، وفي رواية أخرى جاء فيه: ستفترق أمتي، وقالوا: من هي يا رسول الله؟ قالوا: الجماعة. قال: الجماعة. وفي رواية أخرى صحيحة: ما أنا عليه وأصحابي. فقد أمر الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالائتلاف والاجتماع، ونهى عن التفرق والتحزب. نذكر فيما يأتي آيات تأمر بالائتلاف وتنهى عن الخلاف، ثم نتبعها بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب علينا أن نفهم وننزع من هذه الآيات والأحاديث أسباب الائتلاف وأسباب التفرق والاختلاف، كذلك علاج الاختلاف. قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى في سورة أخرى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا، هناك فتقطعوا، وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، أي هذا دينكم يا معشر الأنبياء، دين واحد، ملة واحدة، كما قال ابن عباس في تفسير هذه الآية ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم. وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده، لكن تحزبت الأمم التي بعث إليهم الأنبياء، فكل فرح بما هو فيه من الضلال، لأنهم يحتسبون، أو كل واحد يحتسب أنه على هدى. ولذلك قال بعده عز وجل متوعدا: فذرهم في غمرتهم، أي في غيهم يعمهون، أي في ضلالهم إلى حين هلاكهم. فإذا هذه الآية دلت على أنها لابد أن يكون الناس على بصيرة من ميزان واحد، ويكونوا يأتلفون على هذا الميزان ولا يختلفوا، ولا يكون كل واحد فرحا بما لديه ويقول أنا خير. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالميزان أمامنا الحمد لله قائم، يجب أن يوزن كل خلاف وكل رأي بميزان الكتاب والسنة. قال تعالى في آية الأنبياء: وتقطعوا أمرهم بينهم، أي اختلفت الأمم في رسلها فيما بين مصدق ومكذب، وقال كل إلينا راجعون، ففيه تهديد أيضا، كان الله تعالى قال: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، فيجازي كلا بحسب عمله، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. وقال تعالى أيضا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، شيعا جمع شيعة، والشيعة قالوا أنه من يتشيع لأحد مخصوص من الأشخاص ويترك أصل الدين،
فكانوا شيعا يعني لهم تركوا الدين الذي يجب أن يكونوا متبعين لهذا الدين وساروا متبعين لأشخاص معروفين. قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست يا محمد صلى الله عليه يا نبينا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. في هذه الآية الكريمة يبرئ الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم من ممن جعلوا الدين في أشكال مختلفة، في حين أن الدين الذي كمل أو أكمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه صحابته الكرام له شكل واحد. من هنا نريد أن ندع في بالنا أن هل المسلمون الآن على دين في شكل واحد؟ هل كان الدين له أشكال وصور وله رسوم وطقوس خاصة التي جعلها الناس من دين الله؟ وفهمه صحابته الكرام لم يكن لهذا الدين إلا شكل واحد، ولم تكن له صور مختلفة ووجوه عديدة. فيا أيها النبي، كان الله تعالى يقول لست منهم في شيء، لا علاقة لك بمن جعل الدين فرقا وأحزابا. قال ابن كثير إن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد والاختلاف فيه وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، فإن الله تعالى قد برأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. انتهى كلام ابن كثير. ثم قال الله تعالى بعدما ذكر بعض شرائعه من الأمور والنواهي، قال لنبيه صلى الله عليه وسلم أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأمر الله المؤمنين بالجماعة بالتجمع والجماعة والتآلف، ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. وفسره صلى الله عليه وسلم بما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، خط خطا ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمين هذا الخط وعن شمال هذا الخط صلى الله عليه وسلم، ثم قال هذه السبل التي هي على جنبتي الصراط وجنبتي الطريق المستقيم، ليس فيها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. واعتصموا بحبل الله يفسر تفسيرات بألفاظ مختلفة وكلها بمعنى واحد، أي بعهد الله وذمته. وعهد الله تبارك وتعالى هو ألست بربكم، وذمته ألا تخفر الله في ذمته الذي قد أخذ منكم وأنتم قلتم بلى أنت ربنا. فعهد الله هو ما أمر به ونهى عنه. وفسره غير واحد من الأئمة بحبل الله، اعتصموا بحبل الله أي بالقرآن أيضا. ويؤيده ما روى زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله هو حبل الله من اتبعه كان هدى ومن تركه كان على ضلالة. رواه مسلم.
فاستمسكوا به، كأن الله تبارك وتعالى أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاستمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ، فإن لم تعتصموا به تفرقتم فرقا وأحزابا. وذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية بما كان العرب عليه من الاختلاف والتفرق، كانت تجري بينهم حروب كثيرة في الجاهلية، كانت بينهم عداوة شديدة، ضغائن ويحن وذهول وانتقامات، فلما أكرمهم الله تبارك وتعالى بالإسلام صاروا إخوانا متحابين متواصلين متآلفين في ذات الله، متعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فكان الناس أيدي سبا شجر مذر، لكن الله تبارك وتعالى هو الذي ألف بإرسال كتاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وما هو الهدى والنور في كتابه العزيز. ولما أمر المسلمون بالاعتصام بكتاب الله وبطاعة ما جاء فيه أمروا بطاعة رسولهم وبهم اهتدوا وعليهم اجتمعوا وتعالفوا. قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا الأنصار يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي؟ قالوا الله ورسوله أمن. نعم. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. انظروا، أقيموا الدين، إذا أقمتم الدين فحظكم هو التآلف والتحابب والتوادد، أما إذا تفرقتم فيكون بأسكم بينكم شديد. والاختلاف والتفرق في فهم الدين خلافا لما كان عليه صحابة رسول الله مخالف للأمر بإقامة الدين، ولا يمكن أن يقوم الدين المأمور بإقامته إلا بفهمه على فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يأمر الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون داعية إلى الخير، منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونهاهم، قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، نهاهم عن الاختلاف والتفرق مثل الأمم السابقة بعدما جاءهم الهدى من ربهم، فالمختلفون والمتفرقون عن كتاب الله لهم عذاب عظيم، لهم وأولئك لهم عذاب عظيم. نعم. وقال الله عز وجل وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فيأمر الله تبارك وتعالى في هذه الآية بطاعة الله ورسوله، وينهى عن التنازع في أي أمر من أمورهم دنيا وأخرى، وإن اختلفوا وتنازعوا فيكون الاختلاف سببا لذهاب قوتهم وغلبة الأعداء عليهم. وإن اختلاف الأمة وتفرقها شيعا وأحزابا لهو من جملة عذاب الله على الأمة في الحقيقة. قال الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. فذكر الله تبارك وتعالى التفرق والتحزب بجانب أن يكون يرسل عليهم عذابا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، فهذا من جملة العذاب. فإذا كان المسلمون متفرقون في دينهم يكفر بعضهم بعضا ولا يطيعون الله ورسوله، فكان لا شك هو سبب الخلاف، فيكون هذا نفسه عذاب منهم، عذاب عليهم من الله عز وجل، لأنهم تركوا الصراط المستقيم فاستحقوا العذاب ألا
يجمعهم شيء ولا أن يكونوا متآلفين. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعث بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذلك هذه بعض الآيات. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف وأمر بالائتلاف عموما في أحاديث كثيرة نشير إليها في تسوية الصفوف. مثلا عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية. وهذه السنة قد تركت في الحقيقة، فينبغي أن يكون هناك ناس خاصة أن يسوي الصفوف. وتسوية الصفوف في الحقيقة له معنى كبير كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة متروكة في جميع البلدان إلا ما وجدنا الحمد لله في بعض البلدان الذين هم يسمون أهل الحديث في الهند، في الحقيقة لا يقيموا لا يقول الإمام الله أكبر إلا إذا أخبروا أن الصفوف قد في بعض المساجد قد سويت. فقال النبي صلى الله عليه كان النبي صلى الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف يدخل خلال الصيوف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا. كان يقول حاذوا بالمناكب والعناق. أين هذا كله ونحن نقوم الآن وبيننا وبين الرجل الذي بجنبي ربما يكون مكانا لشخص ثالث؟ على كل حال فكان يمسح صدورنا ومناكبنا، هذا متقدم وهذا متأخر، لا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. وذلك أن التجانس والاتفاق في الظاهر يورث المودة والمحبة فيما بين القلوب، والاختلاف في الظاهر يورث الاختلاف في القلوب. ولذلك أمر الله ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبتعدوا عن الاختلاف في كل شيء، عن الاختلاف وراء إمام واحد بدون تقدم وتأخر في الصف بعضهم على بعض. كذلك حتى التفرق في النزول والمنازل والمجالس التي يخاف منها أن يوثر في نفس المسلم بتأثير سيء كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو ثعلبة الخشني كان الناس إذا نزلوا منزلا، وفي بعض الروايات كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان. فلم ينزل بعد ذلك منزلا، أي النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط ثوب لعمهم. نعم. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف. قال صلى الله عليه وسلم في اختلاف في أمور أخرى قال إن الله يرضى لكم ثلاثا، عن أبي هريرة رضي الله عنه إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال. فهنا قيل وقال والاختلافات التي تحصل فيما بين الناس إذا لم يكن دليل قيل كذا وكذا، وهذا مما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرهه الصحابة. وقد بوب الإمام ابن عبد البر بابا بمثل هذا الحديث أو لهذا الحديث وأطال الكلام عليه. كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولاة الأمور أيضا بعدم الاختلاف، ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم ثغرة للاختلاف في الأمة إلا وقد بين، وهذا واجب على كل نبي، لا يعلم خيرا لأمته إلا أن يخبر به، ولا ينهى ولا يعلم شرا إلا أن يحذر منه. روى البخاري عن أبي بردة بن أبي موسى قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن فقال يسرا ولا تعصرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرح هذه الكلمة قوله وتطاوعا أي توافقا في الحكم ولا تختلفا، لأن ذلك يؤدي إلى اختلاف أتباعكما
فيفضي إلى العداوة ثم المحاربة. فما أحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تأليف قلوب المؤمنين والتحذير من الاختلاف والفرقة على هداية من الله عز وجل. وديننا الحنيف رب الناس على الأمن والسلم. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فلا ينبغي أن يصدر من المسلم عمل أو قول وحتى إشارة فاجرة باللسان واليد يكون سببا لإيذاء المسلم ويكون سببا لتفرق المسلمين. كذلك نهى عن كل أمر يكون فيه خرقا للتآلف والاجتماع، فنهى عن سخرية المسلم، ونهى عن الحمز واللمز، نهى عن الغيبة والنميمة، نهى عن سوء الظن، نهى عن التجسس والتحسس، وجعل على كل من هذه الأخلاق السيئة وعيدا شديدا. نهى عن الفخر بالأحساب والأنساب، نهى عن نفع أصوات وشعارات تفرق جماعة المسلمين. روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. الكسع هو نوع من الضرب، أن يضرب الإنسان بيده آخر يضرب آخر بيده أو برجله على مؤخرته، فهذا تحقير وفيه ضرب أيضا. فكسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجر: يا للمهاجري. كأنه كل واحد يده حزبه حتى يتقاتلوا. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطبة على خطبة أخيك المسلم، سبحان الله، والبيع على بيع أخيه. نهى عن النجش، نهى عن الغش. والحاصل أن ديننا الحنيف المتمثل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل قول وفعل يكون فيه سببا لتفرق المسلمين وإيذاء للمسلمين وازدرائهم وغمطهم، حتى لا يحدث في المجتمع الإسلامي حقد وشحناء واستعداء وخلاف. وما داموا بشرا لا شك قد يحصل بينهم خلاف، فالإسلام يعالج هذه الخلافات بعلاجات من أحسن أنواع العلاج. قال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إذا حصل بين اثنين خلاف فلا بد أن يصلحوا فيما بينهم بأنفسهم، فأمر بالإصلاح: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وإن لم تصلحوا ذات بينكم فلم تتقوا الله تبارك وتعالى، ولم تتقوا الله تعالى لم يجعل لكم فرقانا، ولم تتقوا الله تعالى لم يجعل لكم رزقا واسعا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والرجل والمرأة، أعني الزوجين فقط، هما في الحقيقة فقار زهر المجتمع، وعلى إصلاحهما إصلاح الجيل الذي يخرج من بينهما، ومن بينهما تنشأ الأجيال. فإذا حصل الخلاف بينهما وجب على عقلاء الأمة أن يصلحوا بينهما ويحسموا الخلاف. وإذا خفتم شقاق وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. أيها الإخوة، قد سمعنا هذه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تحث على الائتلاف والاجتماع والتوادد والتحابب، وأن التآلف والتأليف القلب لا شك أن فيه سر قوة المسلمين. ولا يمكن أن يكون التآلف بين المسلمين إلا بالأمر بشرع الله المتمثل في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا سأل أحد أولا
نريد أن نعرف ما هي سبب التعالف بين المسلمين، ثم ننظر هل المسلمون متخالفون فيما بينهم. فسبب الائتلاف لا شك فيه واحد فقط، وهو التمسك بالوحيين، تمسك بالأمرين اللذين تركهما النبي صلى الله عليه وسلم بعده بين الأمة، وقال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. أيضا سبب الاختلاف المذموم لا شك أنه هو ترك ما أمر الله به بالتمسك بهما، وهو كتاب الله وسنة رسوله، ولهما تفاصيل لا شك فيه، لا شك فيه. فكل أسباب التعالف أن نكون لا نتحرك، لا نقوم ولا نجلس ولا ننظر ولا نسمع إلا في ضوء ما خط لنا ورسم لنا الله عز وجل في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. ولا شك أن آثار التعالف واضحة جدا، وآثار الاختلاف والتفرق أيضا سيئة واضحة جدا. فالائتلاف سبب لحصول رضا الله عز وجل وإكرام المسلمين بالتمكن في الأرض وإسباغ نعمة الدنيا والدين عليهم من الأمن والرزق الواسع. وتجربة العرب والمسلمين الأولين خير شاهد على هذا المعنى، فقد كانوا في ضلال مبين، متخالفين متحاربين، يأكل القوي الضعيف، ولكن بفضل الله ورحمته بسبب تمسكهم بدين الله الخالص أصبحوا إخوانا متحابين. كان الأمن فيهم مفقودا، والخوف في العرب كان سائدا بسبب عدم التمسك بدين الله، لكنه بسبب التمسك بدين الله. ولم يكن هناك دين لا شك فيه إلا بقايا دين إبراهيم، لكن لما تمسكوا بدين الله وتعالفوا على الدين الحق أما الأمن في أرجاء بلاد المسلمين، الأمن العقدي والفكري، الأمن العام في البلاد. روى البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ حيرة هذه مدينة بالشام. نعم. هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها، يعني قد جاني الخبر والعلم بأن كيف هذه المدينة وما شكلها وكذا، وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين. الآن شكوا الفاقة، شكوا قطع الطريق، لكن إن طالت بك حياة لترين الضعينة الراكبة على الراحلة وحدها، ضعينة المرأة، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. قلت، عدي بن حاتم يقول، قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين يذهب دعار بني الطي الذين سعروا البلاد، الذين أحرقوا البلاد بالفساد وبالنهب والسلب، أين يذهبون في تلك الأيام؟ ولئن طارت بك، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولئن طارت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى ابن حرمز؟ قال: كسرى ابن حرمز، إلى آخر الحديث. قال عدي في آخره: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى. وبائتلاف المسلمين أو بالائتلاف يكون المؤمنون كالجسد الواحد. عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وبالتعالف والائتلاف تحصل بين المسلمين النصيحة والمودة لله. عن تميم الدار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا كان ينصح بعضهم بعضا فيضمحل الحقد والحسد من بينهم ولا يؤذي أحدهم الآخر. وما أوسع آثار الائتلاف وفضله على الذين يأتلفون وعلى الدين والإيمان. يعمر المجتمع والبلاد من كل خير، ويحارب الائتلاف كل
كل شر. وأما أثر الاختلاف في الأمة بترك الكتاب والسنة فيترتب عليه عداوة بعضهم من بعض، يكيد بعضهم بعضا، وتوجد فرق وأحزاب لها عقائدها المختلفة عن عقائد الصحابة والأئمة، ولها أهداف وبيعات خاصة كما هو حال الأحزاب المختلفة في زمننا هذا، ولا بيعة إلا لأمير المؤمنين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس لأحد أن ينسب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته يوالي ويعادي عليها غير ليس لأحد أن ينسب لطريقته يوادي عليه يوالي أو يعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينسب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله. وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة، يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. هذه بعض الأسطر، لكنها تحوي تاريخ المسلمين الذي هو مليء بالاختلافات العقدية والمذهبية وغيرها، حتى كانت تحصل بين مقاتلات، كانت تحصل بين مصادمات، قتل غير واحد منهم في المحاربات أو خلافات العقدية والمذهبية. فكلام ابن تيمية رحمه الله المختصر كأنه يستعرض لدينا فيها تاريخ الأمة الإسلامية. بل ويكفر بعضهم بعضا. قال أبو المظفر السمعاني في كتابه الحجة في بيان المحجة: أما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع فتراهم متفرقين مختلفين وشيعا وأحزابا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا بل يرتقون إلى التكفير، يكفر الابن أباه والرجل أخاه والجار جاره، تراهم أبدا في تنازع وتباغض تنقضي أعمارهم ولما تتفق كلماتهم. ومن آثار الخلاف المذموم أن الله عز وجل برأ نبيه من المتفرقين في دينهم، كما سمعنا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم بشيء. ومن آثار الاختلاف المذموم، أو من الآثار السيئة للاختلاف والتفرق المذموم، أنه سبب للعذاب. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ومن آثار الاختلاف أنه سبب لذهاب قوة المسلمين. قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ومن آثار الاختلاف السيئة أنه سبب لعذاب الله على الأقوام، كما ذكرت لكم. قال الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فلا يظن المسلمون كما يقول غير واحد: كلنا على خير واختلاف أمتي رحمة. هنا جعل الله اختلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم عذابا عليهم، ولا شك أن آثار كونه عذابا واضح. يفرح أحد إذا مات من المذهب الثاني عالم، أو يكون إذا كان أوذي أحد فيفرح الثاني. ليس هذا طريقة المسلمين الذين عليهم أن يكونوا كالجسد الواحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. لذلك نجد الخوارج والشيعة والروافض الذين اختلفوا عن الصحابة في فهم دين الله كانوا عذابا على الأمة في كل دهر. فكم قتل الخوارج من الأبرياء حتى في عهد خير القرون قرن الصحابة ثم بعده. فالله العليم الخبير بمصالح الناس أمر بالائتلاف والاجتماع ونهى عن الاختلاف، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم: بل لم ترى هذه الأرض وتلك السماء نظيرا لما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم لمعنى الاختلاف بين الصحابة مهاجرين والأنصار، حيث كان من أوائل أعماله المباركة في المدينة المواخاة بين المهاجرين والأنصار، حتى سار بعضهم
حتى صار بعضهم يتنازل لأخيه المتعاخي عن إحدى زوجتيه إن رضي وعن نصف ماله. وبما أن لا شك هنا جانب التعالف والتخالف له أثر كبير في كل جانب من جوانب حياة المسلم، لكن قد يكون هناك بعض الجوانب أهم وأهم، وولاية أمر العامة من أهم أمور الدين، ويجب أن يكون حول ولي أمر واحد، وأن الائتلاف والالتفاف حول أمير المؤمنين من أعظم مصالح الدين والدنيا. ولما كان بهذه المثابة، وقد ذكر بعض الأئمة، قال جميع مصالح الدين والدنيا في طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولياء الأمور الحكام في حدود طاعة الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلما كان طاعة أولياء الأمور بهذه المثابة من الأهمية، جاء الأمر الموكد والموكد من الله ورسوله لطاعتهم ووفاء بيعتهم. قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. وتقوم بهذه الطاعات كما ذكرنا جميع مصالح الدنيا والآخرة. ولذلك كلما خرق المسلمون هذه الطاعات ضاعوا وضيعوا أنفسهم وصاروا فريسة لأعداء الإسلام. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بطاعة أولياء الأمور والتزام جماعة المسلمين وعدم الاختلاف والتفرق. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تودون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، فانظروا رحمكم الله كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم المساس من هيبة الأمير ولي الأمر. تودون الحق الذي عليكم من الطاعة ولا تخرجوا ولا تنزعوا اليد من الطاعة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية، عمية بذم العين وكذلك عمية كلاهما جائز، تحت راية عمية يتعصب لعصبة أو يدعو إلى عصبة، فقتل فقتلته جاهلية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشتك ومكرهك وأثرة عليك. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مما رواه البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، يعني طاعته، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا واطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهم. وعلى الاجتماع وعدم الخروج على الأئمة كان عليه السلف الصالح، أعني الصحابة والأئمة، عن سماك بن الوليد الحنفي أنه لقي ابن عباس رضي الله عنهما بالمدينة فقال: ما تقول في سلطان علينا يظلموننا ويشتموننا؟ اسمه بارك الله فيكم. ما تقول في سلطان علينا يظلموننا ويشتموننا ويعتدون علينا في صدقاتنا، ألا نمنعهم؟ قال: لا، أعطهم يا حنفي. ثم أخذ ذراعي فأغمزها وقال: يا حنفي، الجماعة الجماعة، إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها،
أما سمعت قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فما بال من يخرج أو ينزع يده عن الطاعة من حاكم أو من ولي أمر عادل يقيم فيهم أمر الله عز وجل، إن إثمه لا شك أنه عازم وذنبه عند الله ومن يتبعه عازم. وإن أمر اجتماع الأمة على ولي الأمر من الأهمية بمكان كبير حتى في حالة الظلم من الأمير، فلا يجوز للإنسان أن ينزع يد الطاعة. ففي حديث حذيفة بن اليمان ما يؤكد في الحديث السابق، قلت حديث طويل، قلت يا رسول الله فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن هم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، الأحزاب كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة، يعني لا تجد رزقا اذهب إلى الوادي، اذهب كذا، ولو تسترزق من قشرة الشجرة، ولو تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي رواية مسلم فهل وراء ذلك الخير الشر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدايا ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله؟ قال إن أدركت ذلك، قال ما كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. فهل بعد هذا التأكيد تأكيد في النهي عن الخروج على الأئمة وحتى على أئمة الجور؟ ثم روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود، الترمذي وغيره، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل بفتح الياء، وبعضهم قرأ يغل، قال الإمام ابن تيمية الأفصى أن يكون بفتح الياء، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. قال ابن تيمية رحمه الله يغل بالفتح هو المشهور، ويقال غلي صدره فغل إذا كان ذا غش وضغن وحقد، يعني لا يحقد على الدولة ولا أمراء المؤمنين قلب المسلم، يحب لهم النص ويتتبع مواضع النصيحة على أدب النصيحة. فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاثة: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الثلاثة تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباده. فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا، كما جاء في لفظ آخر في أحد الحديثين، وهذا معنى إخلاص العمل لله كما جاء في الحديث الآخر. وحقوق العباد قسمان: خاص وعام. أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه وحق زوجته وجاره، فهذه من فروع الدين، لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه، ولأن مصلحتها خاصة فردية. وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية، فحقوق الرعاة مناصحتهم، وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم لا يجتمعون على ضلالة، بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم به لله جميعا، فهذه الخصال تجمع أصول الدين. وقد جاءت، قال ابن تيمية رحمه الله، وقد جاءت مفسرة في الحديث الذي رواه مسلم عن تميم الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإن من أعظم نعم الله في هذا القرن
والقرن الماضي أن الله بمنه وكرمه رحم بالجزيرة العربية التي كانت تذوق لباس الجوع والخوف وكانت تحترق تحت نار القتل والتشريد والخلاف بين القبائل وغيرهم، وهذا أمر معروف. وكان الأمن مفقودا، كان يقتل الحجيج فيترك مجردا حتى من ثيابه الذي كان يلبسه ويرمى بدون كفن ولا دفن، وتأكله العوافي. إذا رحم به أحد يذكرون هكذا، حتى أدركنا ناسا يذكرون أشياء من هذه القبيل. إذا رحم أحد نزع منه ثيابه حتى إحرامه الذي لبسه، وحفر له حفرة خفيفة ودفعه فيه بالتي هي أحسن أو أسوأ، الله المستعان. وهذا كله لا شك أنه لما دالت دولة المسلمين، ونريد أن نستعرض في الحقيقة هذه الاختلافات التي جاءت كلها جذورها عميقة. لما دالت دولة المسلمين من الأندلس جاءت الدولة العثمانية، ولا شك أنها كانت على علاتها، ما كونها تربي البدع وغيرها، لكن ما ذلك كانت رمزا للقوة المسلمين، ولكنها هي الأخيرة أيضا ضعفت بمؤامرة الأعداء ومنهم الروافض. لا تعرفون التاريخ، لما كان اتجه المسلمون إلى الأندلس إلى جهة الغرب أوروبا، فتآمر، الله أكبر، ما أشبه الليلة بالبارحة، تآمر أعداء الأوروبيون هؤلاء تآمروا مع الروافض، فبدأوا يضربون الجيش الإسلامي العثماني من ورائهم، سبحان الله، فحصل التخلف من الجيش. على كل حال، فنقول أيضا ضعفت بمؤامرة الأعداء ومنهم الروافض، وحصل الانقلاب الصناعي والتفوق الحربي في الغرب، فضعف أمامها أو ضعفت أمامها الدول الإسلامية في كل البلاد الإسلامية، فطمع فيها الكفار أعداء الإسلام وأخذوا يتسلطون عليها ويتسابقون إليها ويتقاسمونها، يتقاسمون حتى إلى الآن. الهند فيها جزء منها لبريطانيا تحررت، جزء منها لفرنسا، الجنوب، الجهة الجنوبية اللي هي من بحر العرب، سواء إلى الآن هم جوازاتهم جوازات فرنسية. نعم، فعلى كل حال يتقاسمونها، فاحتلوا المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والهند وإندونيسيا وغيرها من البلاد الإسلام. وكان قصدهم نهب ثروات البلاد ثم محاربة الإسلام. ولا يبعد عن البال أن الدول الإسلامية في القرون المتأخرة كان فيها أيضا ابتعاد كثيرا عن الدين الخالص، انتشار البدع والخلاف العقدي والمذهبي. فبعد احتلال أعداء الله لبلاد المسلمين كان المسلمون حيارى أين يذهبون، ليست لهم إمامة وخلافة حقيقية، وأصبح الناس في يأس من إصلاح المسلمين الذين فشى فيهم الشرك والبدع، أمر واقع ليس له من دافع. وقد قام بعض المصلحين في بعض البلاد وأدوا ما كان واجبا عليهم من الجهاد مع الأعداء وأفكارهم المضللة، وذهبوا إلى ربهم إن شاء الله راضين مرضيين. ففي هذا الجو الخانق إذا رجع الإنسان ببصره لم يكن يجد في تلك الأيام في العالم كله دولة تقيم في الناس حكم الله والدين الخالص وتخدم العقيدة والشريعة. نعم، كان لآل سعود في نجد في بعض الوقود من السنين دولة، ثم في بعض السنين في أكثر الجزيرة أقاموا فيها التوحيد الخالص ونفذوا الحدود الشرعية وبسطوا الأمن فيها، ولكن دولة آل سعود رحمهم الله كانت تبرز أحيانا وتختفي أحيانا أخرى، ولم يستقر لها القرار حتى أبرز الله الرحيم بعباده في هذا القرن والقرن الماضي الإمام الملك الراشد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، فأكرمه الله وملك ناصية الجزيرة بكاملها، فأقام فيها دين الله عقيدة وشريعة وسياسة، فأقام الأمن المثالي في صحاري الجزيرة المترافية الأطراف ووديانها وكهوفها مغاراتها ومدخلاتها، وزال الخوف الذي كان مخيما في الجزيرة منذ قرون. ثم أخذ الدلو في تسهير دفة الحكم في المملكة العربية السعودية أبناه البررة،
وترسم خطى سلفهم كما خدم الجميع الدين الحنيف بما لم يخدم. وهذا يعني مطالعة طالب علم ليس طالب علم مستسلم، ناقد، ننقد التاريخ الذي مضى بنا ونريد أن نعرف ما هي مواضع الضعف في المسلمين الذي قد وصلوا إلى أسوأ الحال. نعم، فخدموا الدين الحنيف بما لم يخدم من بعد القرن الرابع، العقيدة الصافية السلفية والحكم بالكتاب والسنة من غير أن يتخذوا من دون الله ولا رسوله وليجا. فعلى أمة الإسلام أن يشكروهم وأن يدعوا لآل سعود وهذه المملكة العربية السعودية بالبقاء على دين الله، فقد أحسنوا إلى الأمة أيما إحسان بتصحيح عقيدتهم وآمالهم، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال النبي لنا من غير تورية لا يشكر الله من لا يشكر الناس. نريد، فإذا عرفنا باستعراض الآيات والأحاديث، وكلنا لو سألنا من الجميع كلهم يقولون، فإذا ما هي أسباب التفرق؟ واضح. ما هي أسباب الائتلاف؟ واضح جدا. فمن أهم ولا غيره من أهم أسباب الاجتماع والائتلاف هو لزوم الدين على ما كان عليه صحابة رسول الله. هو في الحقيقة الآن جاء الناس ويفسرون الدين، يفسرون الآيات، يفسرون الأحاديث على هواهم، لكنه ما قمل الدين إلا على أهد ما فهم، على ما فهم صحابة رسول الله، ونزلت فيهم اليوم أكملت لكم دينكم على فهمهم وعلى من النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أعمالهم. فإذا وجب على المسلمين الذي ساروا أيدي سبا وتفرقوا في دينهم أن يلزموا الدين الخالص الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمام أعينهم كمل الدين وتمت النعمة من الله عز وجل. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المسلمون الأولون، وهم المعنيون الأولون في قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فصحابة رسول الله هم المؤمنون الأولون، والذين وهم الذين اجتمعوا على فهم الدين الخالص عقيدة وعملا وسياسة من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذه عن جبريل وجبريل عن الله عز وجل. فلا دين إلا ما فهموه، ولا عقيدة إلا ما فهموه واعتقدوه، ولا شرع من الفروع وغيره إلا ما فهموه، ولا منهج لأهد من المسلمين إلا منهجهم، وهم الجماعة المعنية بهم، وهم الجماعة المعنية بهم في قوله عز وجل عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله، قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة تتستقي على 73 ملة، وثنتان في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وإنه سيخرج من أمتي قوم تجارى فيهم الأهواء، أي تتجارى فيهم الأهواء كما يتجارى الكلب، أي مرض عضة الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. ونحو أن أوفي بن مالك رضي الله عنه في بيان صفة الصحابة قال: واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار، قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة وما أنا عليه وأصحابي. فالمقصود هنا قطعا هم النبي صلى من يتبع غير سبيل المؤمنين، المقصود هنا من المؤمنين قطعا هم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فيما روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذ والنعل بالنال، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرق 73 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه وأصحابي. وهذا المعنى للجماعة لا يخاطب معنى الجماعة التي التفت حول إمام واحد
فالصحابة كانوا ألزم الناس بالخلفاء والدعوة إلى الالتزام بجماعتهم. قال أبو شامة المقدسي في البعث على إنكار البدع والحوادث وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم، انتهى. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، فأنه قال الذين هم ينجون هم من كان على مثل ما عليه أنا وأصحابي، سار المتمسكون بالإسلام المهد الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، هذا هو اسمهم. فننظر في ضوء هذا حالة المسلمين الآن، هل هم متفرقين أو إشارة إلى بعض الأشياء، لعل قلبا واحدا يتحرك فيحرك الناس للتوافق والائتلاف على دين الله تعالى. ولا يشك عالم بدين الله بالدين الخالص المحض الذي تم على عهد رسول الله أن أمة محمد قد افترقت صلى الله عليه وسلم، افترقت على الفرق التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب الأكبر الجامع للأسباب الأخرى الاختلاف والتفرق هو عدم التمسك بالكتاب والسنة على فهم الصحابة والأئمة، وقد نتج عن ترك منهج الصحابة وطريقتهم أن من الخلف والخلف، الخلف والخلف، قد قعدوا قواعد تركوا لأجلها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أول تفرقة في الحقيقة مما يفرق بين منهج الصحابة ومنهج من اتبع هؤلاء، منها قولهم تركوا الأحاديث، قواعد تركوا الأحاديث لأجلها، منها قول بعض علماء الكلام أن حديث الآحاد يعني لم يبلغ حد التواتر لا تثبت به عقيدة، ولذلك ينكرون عذاب القبر وينكرون الحساب والكتاب وأشياء أخرى التي تفاصيلها جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كانوا منكرين قديما جاء البيهقي وغيره كتبوا كتبا وتاليفا وجمعوا هذه كل أحاديث إثبات عذاب القبر. على كل حال، وصرح بعض الدعاة الإسلاميين اليوم بأنه لا يجوز أخذ العقيدة بأحاديث الآحاد بل يحرم، ومنها ما قعده بعض الفقهاء من تقديم القياس على خبر الآحاد، ومنها رد الآحاد إذا خالف الأصول، ولا يجوز لأحد أن يقول في هذه الآية أن المقصود، نقول نريد أن نقول أن المسلمين ما دام على هذا التخالف أو على هذه الأنواع من التخالف والتنازع فلا يجوز لأحد أن يقول في أن المقصود في هذه الآية بالمؤمنين في قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين جميع فئات المسلمين. لعلكم تجدون هناك بعض التاليفات بعضهم كأنه يقول خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فأراد أن يبين معنى هذه الآية أنه كل فئات المسلمين هم داخلون في الملة الواحدة أو في فئة واحدة. كيف يكون هذا؟ هل تكذب أيها الرجل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. فيقول لا يجوز لأحد أن يقول أن المقصود بالمؤمنين هم جميع فئات المسلمين، الخوارج والروافض المعتزلة والمرجع، فهؤلاء كلهم على طرف نقيض في فهم الدين، وهؤلاء لم يكونوا في الوجود عندما أنزل الله كتابه الذي فيه ويتبع غير سبيل المؤمنين. كان المؤمنون الخالصون المخلصون أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فالمقصود بالمؤمنين هم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذه الآية تحسم مادة الخلاف في جميع أمور الدنيا والدين، وإذا حصل الخلاف في فهم مسألة عقدية فليهرع المسلمون إلى البحث عن فهم الصحابة. وكل فرقة من الفرق المنتسبة إلى الإسلام كان سبب فرقتها عدم اتباع الوحيين، وإذا ادعى أنه يتبع الوحيين ففي عدم فهمها الأدلة والوحيين عدم فهمهما على فهم الصحابة، هذا أمر لا يحتاج إلى استدلال. نعم. فلا شك في
أن المسلمين متفرقين ولا يجوز لأحدنا أن ينكر وقد أمر الله تعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا ففي زماننا هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس لا يأتي يوم في هذا الزمان وقد تفرق المسلمون من قديم الزمان حتى في المسائل العقدية والفقهية أوذي الأئمة أوذي الإمام أحمد على هذا أوذي البقي بمخلد نشر السنة في الأندلس سبحان الله لما أخذ من بغداد جاء إلى بغداد وأخذ عن الإمام أحمد رحمه الله وأخذ نسخة من مصنف ابن أبي شيبة كما ذكر في بغة الملتمس وغيره أنه لما بدأ يدرس فاجتمع فقهاء المالكية عامة وضيقوا عليه وسلطوا عليهم المردان الصغار حتى أخذوا منه الكتاب وأقاموه فوصل الأمر إلى الأمير محمد فقال ماذا عندك؟ قال هذا ما عندي هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمير محمد كان عاقل وسأل الناس قال لماذا تخالفونه؟ قال هذا جاء يخالف ما نحن عليه سمرة جعلوا لأصلهم الذي عليه من القياسات ومما نسب إلى الإمام مالك والإمام مالك قد يكون منهم بريء فقال هذا جاء بالخلاف فقال ماذا عندك؟ قال هذا حديث رسول الله. فنظر الأمير محمد الكتاب وقلبه من أوله وآخره وقال هذا كتاب لا تستغني عنه خزانتنا وأمر لخازن المكتبة أن ينظر في نسخة منه فنسخ نسخة وحفظ في خزانته وأمر بقي بن مخلد أن يدرس ونهى الآخرين أن يتعرضوا له بسوء. فسبحان الله نقول التاريخ مليء بالاختلافات والمسلمون في الحقيقة كانوا ربما يفرحون بهزيمة إخوانهم المسلمين. أما زماننا هذا فقلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أنس لا يأتي يوم إلا وبعده شر منه وقد تمر الأمة الآن بمحن ومصائب وذيقت لباس الذل والحوان من شعوب العالم تسيل دماؤها تقتل وتشرد تداعت الأمم عليها من كل حدب وصوب وإن من سنة الله عز وجل أنه يبتلي الأقوام بالمصائب لعلهم يرجعون ويتوبون إلى الله تعالى. قال الله تعالى وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إلى الله. وقال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال تعالى وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. هل المسلمون ما هذه المصائب التي ذاقوها قرونا كثيرة هل يرجعون أو يفكرون؟ عقلاء الأمة علماء الأمة هل يرجعون هل يفكرون أن يرجعوا إلى الدين الخالص الذي قدر الله أن يكون هو سبب نجاح وفلاح الأمة لا غير؟ لم يرجعوا. ففي ضوء هذه الحقيقة هل يمكن أن نقول أنه يخاف أن تتردى أحوال الأمة أسوأ مما هو الآن؟ في الحقيقة يريد الله أن يرجعوا ويضربهم ويبتليهم ويذلهم بأيدي أذل الأمم لعلهم يغاروا على نفسهم ودينهم وعرضهم لكن لا يرجعون. فيخاف أن الأحوال تتردى إلى أسوأ مما هو الآن والله المستعان. لأن المسلمين لا يرجعون إلى دين الله وقد شرط الله لنصره أن ينصروا دينه بالعمل بدينه وتجريده من كل ما لهق به مما ليس من دينه. الشرك فاش في الأمة لا شك فيه. القبور تعبد الضرائح تعمر المقبورون يستجار ويستغاث بهم ويسجد لغير الله علنا جهارا نهارا سبحان الله. أنت إن كنت تربيت في هذه البلاد لا تجد هذا لكن امشوا في مناكب الأرض سيروا في الأرض تنظرون أنه سبحان الله في بعض المدن لا تجد مدينة إلا فيها 10 20 100 ضريح وكل ضريح معمر بالساجدين والراكعين والباكين والمبتهلين والتائلين الله المستعان. الخوارج قد سعروا بلاد المسلمين بالفساد والقتل ولا نشك أن فيهم
هؤلاء الذين نسميهم داعش وغيرهم فيهم أعداء الإسلام من غير المسلمين يحرقون أبناء المسلمين، الروافض يرمون بشرارهم وشرهم إلى المسلمين، يعضون الألامر من الغيظ على أهل السنة، واتفقت هوى أعداء الدين الكفرة ما هوى الرافضين روافض الكفرة الذين عقيدتهم كفر بواح ولا نشك فيه، والخلاف بين متعصبي مقلد المذاهب. هذا أيضا بدون يعني إذا تعرضنا لابد أن يكون يذكر أيضا، والخلاف بين متعصبي مقلد المذاهب الأربعة من بعد القرن الرابع قائم على قدم وساق إلى يومك هذا. نعم أخرج إلى غير السعودية، الحمد لله الذي أدام الله وأقام هذا الخير الذي محى كل هذه الأشياء، وإلا تجد أن الجار عدو للجار لأجل مذهبه العقدي والفقهي. نعم ولا يحضر جنازته إن مات، بل يفرح إن مات، فهذا كله واقع في الحقيقة. فترك أصحاب المذاهب الذين ينتسبون إلى الأئمة كذبا وزورا، هذا بالمسؤولية أقول هذا، أنهم ينتسبون إلى الأئمة كذبا وزورا، تركوا عقيدة الأئمة الأربعة، عقيدة أئمتنا أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، عقيدة الكتاب والسنة، إلا يجب أن أستثني عقيدة المنتسبين إلى الإمام أحمد رحمه الله، فإنهم كانوا رمز تسحيل عقيدة طول التاريخ، التاريخ غير شاهد، كانوا يذوقون الأمرين لإحياء العقيدة السلفية، وقد جمعنا أشياء كثيرة من هذا مما يعطي الثلج واليقين بأن الله بارك في جهود الإمام أحمد رحمه الله، وأن أتباعه كانوا دائما على العقيدة السليمة وعلى طلب الدليل في كل مسألة من غير تعصب. هذه شهادة واضحة جدا، وعلى مسؤولية نقول أن الأئمة الثلاثة مقلدوهم إلا من رحم ربك، وأذكر لك أنهم تركوا عقيدة الأئمة، وعقيدة الأئمة هي عقيدة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا، عقيدتهم معروفة مسطورة في الكتب، ليس فيها تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وقد حصل عليها. هذا أيضا جانب ينبغي أن يعني تلاحظوا، قد حصل على هذه العقيدة إجماع الصحابة، إجماع الصحابة لا شك. هل كان أحد من الصحابة يخالف هذا؟ إذا قال الله تعالى الرحمن العرش استوى، هل كان أحد من الصحابة بل من نساء الصحابة هل كانت إحداهن تقول لا إن الله في كل مكان، إن الله استولى على العرش؟ لا أبدا. فإجماع الصحابة حصل على هذه العقيدة، وهم في وصولهم كلهم يقولون، نحن نحاججهم بوصولهم، في وصولهم يقولون ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، يستدلون به على وجوب اتباع الإجماع، إذا حصل الإجماع على شيء في دهر من الدهور فهم يقولون لا يخرق الإجماع ومخالفه كافر. فأنا أخاطبهم أقول حصل الإجماع على عقيدة الصحابة في زمنهم أم لم يحصل الإجماع؟ نحن نؤمن بأنه حصل الإجماع لا خلاف فيه أبدا. فإذا ما بالكم جاء ناس بعد 300 سنة، أبو الحسن العشري توفي في سنة 29 و300 أظن، وأبو الحسن والماتريدي، نعم إيش اسمه، الماتريدي توفي في سنة 332 أو 333، تعتقدون عقيدة من جاء بعد 300 سنة وتتركون عقيدة الصحابة التي حصل عليها الإجماع منهم؟ فمخالف الإجماع على وصولكم كافر في الحقيقة، ينبغي أن يراجعوا أنفسهم في هذا، ينبغي أن يراجعوا، لا نكفرهم لكن نقول أنهم محاججون بهذا قطعا. فإذا نقول ما بال أتباعهم تركوا عقيدة أئمتهم الذين ينتسبون إليهم واختاروا عقيدة من جاءوا بعد 300 سنة أو تزيد، فيفتقر هؤلاء المنتسبون إلى الأئمة أنهم في العقيدة عشائرة وما تريدية. وإن تعجب فعجب أن إذا سألت أنك على طريقة الأئمة في الفقه وفي وصول الفقه يقول نعم، والأئمة طريقة فقههم كلهم متفقون، تأخذ بكتاب الله ثم بسنة رسول الله ثم بما ثبت عن الصحابة، فإن لم تجد من هذه الثلاثة فاجتهد كما اجتهد الآخرون، وهذا أمر لا غبار عليه. فهم في الحقيقة يدعون أنهم ينتسبون إلى الأئمة ولا يطيعون الأئمة، لأن الأئمة قالوا اتركوا قولي بخبر الرسول، إذا صح الحديث فهو مذهبي،
هذا كله معروف عن الأئمة. فبذلك نقول لهم أيضا لو سألت هل أنت على طريقة الأئمة في السلوك والتزكية النفس، يقولون نعم على طريقة الأئمة. هل يمكن أن يثبتوا لنا أن الأئمة كانوا نقشبندية، چشتية، قادرية، ساروردية، تيجانية؟ يا أخي ماذا بقي من اتباعكم وتقليدكم للأئمة رحمة الله عليهم؟ فالأئمة منكم براء في العقيدة، منكم براء في وصول الفقه، منكم براء في وصول التزكية والسلوك، فماذا لماذا تتعلقون بالإمام؟ هذا كله كذب وزور. وهذا القول أقول على مسؤولية، وأنا مسؤول عن هذا الكلام علميا في الحقيقة. العلم يوصل به إلى أن نقول أن هؤلاء لا يقلدون الأئمة. لو كانوا المقلدون الأئمة هم من هم؟ هم الذين يقولون نحن العاملون بالكتاب والسنة. الذين هم مقلدون الأئمة السلفيون، الأثريون، المحمديون في الحقيقة. أما هؤلاء بانتساب من الأئمة لم يكتسبوا إلا أن يقول أحدهم لو كان لي أمر لفرضت الجزية على الشافعية والحنفية وكذا، وفرع لا يجوز تزوج بنت الحنفية من بنت الشافعية وبنت الشافعية بنت هذه، ما بقي لهم إلا هذا. وينبغي أن يتوبوا إلى الله تعالى ويرجعوا هؤلاء العلماء. أنا أخاطب العلماء الذين يسعرون البلاد في تفريق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذن لا حق لهم أن ينتسبوا إلى غير عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وأئمة الدين. نعم، نقول ولا شك أنه يجوز للمسلم أن ينتسب إلى أحد من الأئمة رحمة الله عليه إلى فقه فيقول أنا حنفي فقها لدراسته هذا الفقه، لكنه لا يجوز له أن يتعصب لهذا الإمام حتى يترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الإمام. فجاز له أن ينتسب، لكنه لا يجوز له أن يتعصب إذا ظهر الدليل من الكتاب والسنة خلاف قول الإمام، فليترك قول الإمام وليعض بالحديث بالنواجذ. هذا هو الواجب. ولكن التعصب يعمي العين والبصيرة ويغلق الفكر والعقل. ومما ينبغي أن ننوه ونثني على ما ذكرته أن أصحاب الإمام أحمد على مدى القرون كانوا من التمسك بالعقيدة السلفية، بل كانوا رمزا لتصحيح العقيدة من بين عامة أصحاب الأئمة. وإن منهم أي من الحنابلة أيضا من ذهب مذهب أهل الكلام وهم قليلون، كما أن من أصحاب الأئمة الآخرين كان منهم قليلون يعتقدون العقيدة الصحيحة، عقيدة الصحابة غير الأشعرية والماتريدية. أقول هذا بمطالعة طالب علم الذي يزن الأمور بالميزان الصحيح. على كل حال فنقول والحمد لله الذي أكرم على هذه البلاد، ونحث على الإخوان أن إذا أرادوا العلم الصحيح فالله قد أكرم هذه البلاد على أنها أسست على الكتاب والسنة، وأرست عقيدة السلف الصالح، وخدمت العقيدة وعلوم الكتاب والسنة ما لم يخدم على قرون. وهذا أمر واضح، حقيقة واقعة، وواقعة حقيقية لا يمكن أن ينكر. الحمد لله أمراؤها ولما أمراؤها متبعون لكتاب الله وسنة رسول الله. إذا سمعت منهم ما يقول أنا حنبلي وأنا كذا، يقول كتاب الله وسنة رسول الله. وعلماؤها على الفقه الصحيح عقيدة وأحكاما محققون بمعنى الكلمة. انظروا إلى كتب الإمام محمد بن إبراهيم المفتي الأول، والإمام عبد العزيز بن باز، والإمام محمد بن عثيمين وفتاواهم، الله أكبر، المدللة بأدلة الكتاب والسنة مما يثلج الصدر ويقر العين. ثم إلى فتاوى هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة. الحمد لله لا يتعصبون لمذهب. لكن أيها الأخ تعرف أن هناك من العلماء في العالم الذين يتعصبون لعقائد باطلة، يذمون المملكة ويذمون علماءها بالوهابية الضالة، وعلماؤنا يسمونهم ماذا؟ وهابين ضلال. هذا أخف ما يقال فيهم. وإلا قد سمعنا وقرأنا من كتابات بعضهم من ينتسب إلى العلم ويكفر هؤلاء العلماء، وإذا جاء للحج يختفي هنا هناك ولا يصلي وراء الإمام الوهابي. هذا وارد. فالحمد لله الذي أكرم بهذه البلاد الذي يتربى فيها لا يعرف هذه النوازع الشر. الحمد لله.
لهذا نهيب بالعلماء خاصة أن يرجعوا إلى الدين الخالص من كل الأوضار المتمثل بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة في العقيدة واجتهادات الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ثم اجتهادات الأئمة الأربعة وغيرهم بالترتيب. فهذه هي الشرعة وهذا هو المنهاج الصحيح. وأهيب بهم ألا يأثموا بتضليل متبعي الكتاب والسنة أينما كانوا. المشكلة أنك إذا خرجت إلى أي بلد، وخاصة إذا كان هناك ناس من الهند وباكستان من تركيا وغيرهم، فهم عندهم تحزب وتعصب شديد. لو ذهبت إلى هولندا ولا فرنسا، كلها ذهبت ورأيت في بريطانيا، تجد أنهم سبحان الله على شدتهم في ما يسمونه تقليد الكاذب في الحقيقة، وانتقلوا بأقيدتهم إلى كل المدن سبحان الله. ولذلك نقول للعلماء فهذا الاختلاف، ولا تأثموا بتضليل متبعي الكتاب والسنة، فهذا الاختلاف قاتل ومهلك للأمة، والله من وراء القدس، فإنكم تعلمون أن الدين الخالص هو الذي تم على عهد رسول الله. نقول طال علينا العمر، لكن في الأخير هنا بعض رسم أو طريقة رسم التفقه إن شاء الله صحيح، لكن أنا أريد أن أنهي الكلام وأترك بعض الأشياء. أن يجتهد الأئمة لا شك، وهناك جاء أصحاب المذاهب وأغلقوا باب الاجتهاد أيضا، ما هو كذا؟ فنقول والاجتهاد هو استبراغ الفقيه الأصل لمعرفة حكم شرعي لا نص فيه بطريقة الاستنباط كما عرفه العلماء. كان سلف الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم على هذا الرسم من الفقه في الفروع. قال الإمام ابن تيمية، انظروا انتهي بعد هذا إن شاء الله، قال لكم تعبتم، أنا ما تعبت إن شاء الله. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: جاءني بعض الفقهاء من الحنفية، قال: أستشيرك في أمر. جاءني بعض الفقهاء من الحنفية قال فقال أستشيرك في أمر. قلت: ما هو؟ الإمام ابن تيمية قال: ما هو؟ قال: أريد أن أنتقل من مذهبي. قلت له، الإمام ابن تيمية قال: قلت له ولما؟ قال: لأني أرى الأحاديث الصحيحة كثيرا تخالفه وتخالف المذهب الحنفي. واستشرت، يقول هذا الفقيه الحنفي، واستشرت في هذا بعض أصحاب الشافعي، فقال لي: لو رجعت عن مذهبك لم يرتفع ذلك من المذهب، وقد تقررت المذاهب، ورجوعك غير مفيد، غير مفيد ولا يضر المذهب، ما هو كذا؟ طيب. وأشار علي بعض مشايخ التصوف بالافتقار إلى الله والتضرع إليه وسؤال الهداية لما يحبه ورضاه، فماذا تشير علي؟ يقول لابن تيمية رحمه الله: ماذا تشير علي؟ قال: فقلت له: اجعل المذهب. الإمام ابن تيمية، انظر هذا النطاسي الإمام الذي سبحان الله لا يعني كان يخفى عليه دليل، كما أنه دليل من الكتاب والسنة كما يقولون، كأنه كلها بين أيديه، يأخذ منه ما شاء ويترك منه ما شاء. قال: فقلت له: اجعل المذاهب ثلاثة أقسام: قسم الحق فيه ظاهر بين موافق للكتاب والسنة فاقض به وأنت طيب النفس منشرح الصدر، قسم مرجوه ومخالفه ما هو الدليل، يعني مذهبك يخالف الدليل، فلا تفت به ولا تحكم به وادفعه عنك، وقسم من مسائل الاجتهاد والتي الأدلة فيها متجاذبة، فإن شئت أن تفتي به وإن شئت أن تدفعه عنك. فقال: جزاك الله خيرا، أو كما قال. نقله ابن القيم رحمه الله في إعلام المقين الجزء السادس صفحة 155. فتلخص مما تقدم أن الدين الخالص مصدره وما أخذه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وفهمهم، ثم اجتهاد أئمتنا فيما لا نص فيه، وقد حض الله على إقامة الدين واتباع صراط المستقيم. ومعلوم أن العقائد ما أخذها كتاب الله وسنة رسوله، أما الفقهيات والاختلاف فيها واقع لا ينكر، لكن إذا كان سببه غير الهوى فأمره قريب، إذا كان المقصود من العلماء الفقهاء الحصول على الحق فينبغي أن يتبعوا على الرسم الذي خط لنا ابن تيمية رحمه الله بأدلة واضحة صحيحة، ولا يكونوا فرقا متنازعة، ولا أن يؤثروا الهوى على الهدى، ولا يقدموا أقوال المشايخ والعلماء على أدلة الله عز وجل، ولا يذهبوا إلى تحريف معاني النصوص. الله، نقترح على كل حال أن يجتمع علماء الدنيا كلها الذين يقودون الأمة أن يراجعوا إن كانوا يريدون الخير،
أن يراجعوا إن كانوا يريدون الخير في الحقيقة وإلا فهم يحملون أوزارهم وأوزار الذين يتبعونهم في عقائد غير شرعية. فنقترح عليهم الذين يقودون عامتهم أن يراجعوا إلى عقائد الناس في العالم ويجتمعوا إلى إصلاحها، ولا يمكن إصلاحها إلا بالترغيب بالتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك الخالص واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذن ربك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. وجزاكم الله خيرا لما صبرتم. وإذا كان هناك أحد من الإخوان في مضمون المحاضرة خلاف فأرجو أن يرشدني ولا يعني يحرمني من الخير، يكتب لي اليوم غدا بعد سنة إن شاء الله مضمونه. يجب أن يرجع الناس كلهم عقيدة وفقها وسلوكا وتزكية إلى ما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا نحن نتهم نقص الدين، وإلا نحن نقول إن الدين لم يتم فنبتدع ونرقع الدين بعدما تم، فهذا إثم آخر على من يفعل ذلك. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. ما هو طالب الأصل؟ هذا جاء بأمر من معالي الرئيس العام الشيخ سديس الذي يفكر دائما في الحقيقة في توعية الناس، جزاه الله خير له عمل جليل. أقترح عليه: ما هو أثر الجماعة الإسلامية موجودة الآن في الساحة في تصرف في تفرق الأمة؟ أقول: والله خذ جماعة، آتني أي جماعة بعدين تسأل ما هي المخالفات بها نعطيك. كلهم قد تركوا أصل ما كان كنا نحتاج إلى جماعة. أمامنا الكتاب والسنة والأخذ منها والمنهج الواضح. لماذا جماعات تأتي وتقول أهدافنا كذا وكذا؟ إن كان من بين هذه الجماعات تريد أن تذكر أهداف السلفية وأهداف الإسلام الحق، من الممكن أن تقول إحياء الشريعة كذا. لكن أولئك قد يختلفون، أهدافنا جمع الأمة. بعضهم حدفوا أنه لا نتعرض للعقيدة، لا نتعرض للعقيدة لأنها تفرق، نجمع المسلمين على رصيف واحد، يعني من كل نوع على رصيف واحد. رافضي يسب الصحابي اسمه وبارك له فيها، ويكفر عائشة ويتهمها بالزنا وبارك له فيه، لا تتكلم يا أخي. فأي جماعة تذكر لنا لهم في الحقيقة مخالفات، يجب أن يرجعوا إلى ما لا مخالفة فيه. بس لا، هذا الفرق بين الجمعيات والجماعات. الجمعية جمعية تفطار الصائم، جمعية كذا، هذه أشياء أخرى مثل حلف الفضول. النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية جاء الفضول وقالوا: نحن يظلم في مكة ناس تجار يأخذون أموالهم ولا يعطينهم أثمانهم إلى آخره، كذلك ينهب وكذا، فقاموا بحلف بأننا نعين الملهوفين والمظلومين، واشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو دعيت في الإسلام إلى مثل هذا الحلف لعجبتم. فهذه الجمعيات غير، أما الجماعات التي لها بيعات، له أمير ولها أهداف، إن كان أهدافها وإياه كتاب الله وسنة رسول الله وتصرفاتهم تدل على هذا، فأهلا وسهلا به، وإلا مرفوض. ما هي الوصف الفرقة الناجية عليه؟ كلمتان خفيفتان في الفهم. ما هي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ كن ما هي عليه: صلوا كما رأيتمني أصلي، خذوا عني مناسككم، خذوا عني طريقة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الصلاة ويذكر الله تعالى، أذكاره معروفة وليس النقشبندية. النقشبندية ماذا يقولون؟ قالوا: إذا ذكرت الله تعالى فأرفع عينك اليمنى إلى السماء واضرب أذنونك للقلب، لا إله إلا الله، بالقوة والصوت عالي جدا. يا أخي، قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، اقرأوا كتاب ابن القيم الوابل السيب، ذكر فيه الذكر الخفي، كلما كان خفيا فابلاه به حفي. لماذا؟ لأنه يقول حتى يصل الخفاء إلى حد أنه يعذر عن الكلام وقلبه يذكر الله تعالى، سبحان الله. فأنا كل حال، الله المستعان. يا شيخ، هل اختلاف العلماء ائتلاف تفرق؟ نعم، قالوا اختلاف أمتي رحمة، وهذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الاختلاف رحمة معناه اتفاق هو العذاب، بالعكس. فنحن يعمرنا القرآن بأمور متناقضة، يعني الله المستعان.
نعم إذا كان هناك نقول دائما قلنا الدليل إذا كان واقف هذا ليس اختلاف أصلا. والمطلقات يتربصن بأنفسنا ثلاثة قروء، القرء في لغة العرب بمعنى الطهر وبمعنى الحيض أيضا. فإذا ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الطهر، وإذا ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه حيض، فهذا أمره حين لأن الكلمة تحتمل، لكن جاءت آيات آثار وحديث ترجح قول عائشة قالت الأقراء هي الأطهار. مثل هذه إذا أمكن الترجيح، وإلا كما ذكرت لكم أن في مثل هذا الاختلاف تكون المسألة ذات الوجهين أو ذات الوجوه، مثل أذكار الصباح والمساء، مثل أدية الاستفتاح، مثل ما يقرأ في الركوع والسجود أدية مختلفة. نعم، فالاختلاف ليس رحمة مطلقا. نكتفي، وصلى الله على خير خلقه محمد، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، بارك الله فيكم. والله لا شك أنه يجب علينا كلنا أن نراجع أنفسنا، هل نحن على الدين الحق؟ ولا نتعصب لآبائنا وأجدادنا وعلمائنا الذين تربينا عليهم. فلو ضل الإنسان في الصباح ورجع إلى بيت أمه في المساء لا يسمى ضالا. نعم، فينبغي أن يبحثوا طريق الهداية ولو كان قضى أكثر عمره في مخالفات شرعية. وصلى الله على خير خلقه محمد.